معانا هذه الفرامة، ركبنا عليها موتور هندي أصلي، شركة بركاش الهندية، ضمان سنة. الحين مركبين عليه 5 حصان، 5.5 حصان سنجل فيس، مشغلين على سنجل فيس على نقطة عادية. بس لازم لما تركب على النقطة العادية لازم تتأكد انه مسوي الفيوز 30 امبير. ليش كثير ما يعرفوا ياخذوهن وما ضبطت معهم؟ شوف الحين مسوي سويكين 20 امبير 30 امبير، حال 3 حصان 20 امبير، حال 5 حصان سنجل فيس 30 امبير، اللي هو تأكد من الفيوز من مجمع. شوف الحين عندي فيوز مجمع، ركب 2 شيء 30 شيء 20، الحين انا مشغل على 30. شغل فرامل نجرب ان شاء الله. الفرامة نستخدمها لا تسوي الكرب، شوف الحين الكرب مسكت، لازم نسويها بدون كرب، يعني هذه الزورة لا تسوي كامل، كسرها، أنا ما أتحمل الكرب، بتوقف نفس الحين، شغلة مرة ثانية. إشكالية طلع مسوي كذا، نفس احتراق. احنا ركبنا نوعية ضعيفة شوية، ما نفس اللي داخل، اللي داخل نوعية زينة، فلازم تركز السويكات. شوف الحين هنا احترق، ما تحمل الكهرباء على 30 امبير، هذا مال 20 امبير، لازم تتأكد لما تشتري السويكات انك مركب على قوة الفيوز على المجمع. هاي بنركب عاد الواير دايركت في الفرامة. شغل شغل دوز دوز يا بس دوز كله داخل. فوقه 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 هنا، ضبطت أموره طيبة. طبعا هذه شركة بركاش، ماكينة شركة بركاش الهندية، ضمان سنة على الوكيل، موجود 5 حصان وموجود 3 حصان. خلص علينا الزور، راح نجيب زيادة. هذا الأخضر مشكلة صغيرة كان،
هذا لما تدخله شوية صعب في الماكينة. سوي شغل الماكينة شغلة. لازم الكبار هذا داخل الجاكل.
بطل مشغل. شوف الحين هذا الزور شوية ما يابس بالكامل، في شوية أخضر، فعشان كذا لما تدخل الزور داخل الفرامل لازم تنتظر شوية عليه ما ينفرم، لأنه يتجمع هناك يتكسر، يتكسر مكان يتجمع. شوف الحين متروس، شوف هو الحين كبير. ها هذا يمسك هذا، شوف الحين هذا كبير، هو يتكسر، يتكسر ذا المكان عليه ما ينزل كذا. شوف كم حجمه، ثبتنا مسوي المشخل شويه اصغر، صغير اصغر عن هذا الحجم، ويحتاج وقت يتكسر، انتظره عليه ما يتكسر. بعدين عادي يكون المكان شويه فاضي حل زوره ثانيه، يعني مثلا دخل زورتين وانتظر شويه، بعدين دخل زورتين غيرين كذا، لا تخليه يتجمع واجد. واذا تستخدم الفرامه على اخضر استخدمها بدون مشخل، الفرامه اذا استخدمها على الاخضر بدون مشخل. شغله الحين هذا ما شاء الله، خلصنا كل الزور، فرمنا هذه الكميه كلها، تقريبا نجيب يونيتين خلال يعني يمكن 15 دقائق. بعد ما توفر عندنا الفرامة، إذا بغيتوها بدون موتور بدون ماكينة، إذا بغيت لها مكان صينية ثلاثة حصان سنجل فيس والماكينة الصينية اللي هي سنجل فيس 5.5 حصان، بعد ما توفر عندنا البركاش. الميزة الحلوة اللي فيها إن السنسر مال سيفتي داخل، مو قول فيها سنسر سيفتي داخل، إذا كان شيء مشكلة في الفرامة في الموتور بيكون شيء سنسر راح تبطل هذا الكبر، بعدين يطش إذا كان شيء مشكلة فيه، يطش سنسر عاد بطل من هناك وركبه. أما المكاين الصينيات السنسر مالهم برا. هذا السنسر، هذا لما يكون شيء مشكلة بيطش على برا، بعدين ندخل داخل، نفسه يكون داخل بركاش بس داخل منه تبطل كور، خليه داخل عشان ما يحترق شركة بركاش. نقطة بعد نسيت أنا أضيفها، لما تكون مستخدم منها على أشياء خضرة يعني زور ولا أعشاب، بعدين بطلها، خليه مبطلها عشان ده السكاكين لما يلوفن رطوبة يختربن على الوقت. بطلها ونظف المكان وخليه مبطل مثلا عشان يبس ساعة ساعتين، يقفل المكان ولا يسوي له شيء كذا، يعني عشان تحافظ على الفرامة فترة طويلة، تكون ممتازة أمورها، طيبة تكون معك.